الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. يا شباب حافظوا على نظافة ديرتكم، لا تكتبون على الطوف، ترضون احد يكتب على بيوتكم ويوسخها؟ اقول حجي حرك لا نكتب على وجهك الحين. شباب هالايام ما يحترمون لا صغير ولا كبير. تذون روحكم وتذون غيركم وتخربون سياييركم. حجي تقنعنا يوم كنت بعمرنا ما كنت تسوي مثلنا؟ اقول شوف شوف الحركة بس عشانك ضربة. يا جماعي دازين لي برودكاست بالبيبي يقولون لي في عاصفة اليوم. مالك شغل فيهم، انا شايف الارصاد الجوية قبل شوي، ماكو شيء. اي والله هذا هو وصلني المسج، هذا عزيزي يقول في عاصفة. وعزيزي بيعرف اكثر من الارصاد الجوية؟ بيخرعونا بس علشان نروح بيوتنا وياخذوا راحتهم في المعصية. خالي كنا سالفة صيد. شوفوا ما عليكم زين، ماكو شيء. تبين اصدقك ولا اصدق الارصاد الجوية؟ صدقت يا ابو تردي ان في عاصفة. ماكو شيء لا تخافون، الارصاد الجوية تقول ماكو عاصفة. شفت يا ابو قتادة؟ مو قلنا لك شباب الكويت مجربينهم وقت الشد رجال ويعجبونك. يعني لازم هين اخبار ولا غزو عشان يصيرون رياهيل؟ اقول ان شاء الله عاد بلا حذره زايده، قد نظف وياهم قد. عاشوا شباب الكويت، انا عندي شركه تنظيف فيها اسيويين ما استلموا رواتبهم للحين، تبون اناديهم وساعدونكم؟ استنوا عالوا بشار الشاور. What is this? Do you think this is funny? Shut up! You're like the 26 millionth person to type this fucking joke into the internet! Do you think people care? No, you fuckass! الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور.